السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي أهم المواقع اللي مهتمية بالفرص السكولرشيب أو المنح الدراسية. بس قبل ما نتكلم عنها لازم نقول إن المنح الدراسية دي مش صدقة أو مش هدية، لأ ده لازم تستحق. يعني هو بيتقدم ناس كتيرة وهو بيبدأ يفرز أفضل ناس. فمثلا من ضمن الحاجات الأساسية موضوع إن أنت مثلا عملت دراسات قبل كده، ان انت قوي في الانجليزي، معك تويفل او ايلتس لو انت مش من دولة بتتكلم بالانجليزي. وان كان في بعض المنح بتبقى تقدر تاخدها وانت لا تجيد الانجليزي، بالذات لو انت هتدرس مثلا في المانيا او اليابان او فبيراعوا هم الموضوع دوت. انما موضوع الانجليزي هيفرق معك كتير، هيزود فرص ان انت تاخد منحة دراسية. موضوع ان انت شغال في العمل التطوعي، يعني لو انت متطوع مثلا في حاجه زي بيما ريبيا، ده بيزود الفرص ان الراجل ده اكتف، والراجل ده المعلومه اللي احنا هنديها له هينشرها، والراجل ده مش بيحفظ وخلاص. ده بيدل ان انت راجل كويس وراجل بتعمل عمل تطوعي، فهم بيحبوا الموضوع ده. ان انت تكون مجهز ريكومنديشن من اكتر من دكتور، يعني لما الواحد يبعت سي في كده غير لما يبعت سي في ومعاه ايلتس ومعاه ان هو مثلا لسه مخلص ماستر مثلا، او ان هو عامل دبلوم او يعني زود الفرصه التنافسيه بتاعتك. زائد ان الواحد يكون عامل السي في بتاعه للمنحه الدراسيه مش للشغل. يعني ما تبقاش مركز على الشغل وانت مقدم على المنحة الدراسية، اعمل سي في خاص بالمنحة الدراسية مركز على الحاجات الدراسية، مخلي الشغل ده مثلا اخر حاجة ومش واخد اغلب الكلام. لا، اغلب السي في بيتكلم على الابحاث العلمية اللي انت نشرتها، اللي انت شاركت فيها، والناس اللي بتعمل لك ريكومنديشن وهكذا. ده مثلا موقع كان اسمه مرجع زمان، دلوقتي بقى اسمه ايمونوفو. تقدر تعمل سيرش على ايه الاماكن اللي ممكن تاخد فيها دراسات او تاخد فيها منحة. ده برضو فرصة، ده فرص بتلاقي فيه حاجات كتير خاصة بالسفر للخارج، في حاجات خاصة بالوظائف، حاجات خاصة بدليل الجامعات وهكذا. فبتبدأ تعمل سيرش على موضوع المنح، هتلاقي عندك موقع اسمه سكولار شيبس. ده برضو من المواقع المميزة اللي تقدر ان انت تتقدم في جامعات انترناشونال، لان تقريبا كل الجامعات بيبقى ليها سكولارشيب. فانت لازم متقدمش في جامعه واحده، لا اقدم في كتير. ده ستودنت ووردز، هسيب لكم الرابط اسفل الفيديو ان شاء الله بحيث ان انتوا تقدروا. ده منح خاصه بالناس اللي هي اللاجئين، اخواننا يعني اللي موجودين في دول كتيره. بتقدر من هنا بتقدم، ده تبع الامم المتحده، بتثبت ان انت في مشاكل فبيبدأ يخلي يعمل لك منحة حتى لو انت مش موجود في امريكا، او ممكن يعني ما تكون حد من دولة من الدول اللي فيها مشاكل وموجود في مصر او اي دولة تانية، بيقدم على المنحة ويقدر ان هم يتكفلوا بالمصاريف بتاعته ويبقى عندهم دكتور خاص بالمتابعة معاك. يعني بالتوفيق ان شاء الله، سيب لكم الرابط اسفل الفيديو.